في حمص تصدت وحدة من قواتنا المسلحة لعصابات إرهابية حاولت الاعتداء على قرية القميرة في تلكلخ وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل ومصاب. وكانت عصابات إرهابية مسلحة هاجمت قرية القميرة وقامت بالاعتداء على الأهالي لتهجيرهم من القرية. مراسلنا الحربي في حمص معين درغام زار القرية ووفانا بالتقرير التالي. كاميرا المركز الإخباري تقوم بجولة ميدانية إلى قرية قميرة بريف تلكلخ لرصد ما تقوم به عصابات الإجرام المتمركزة في الحصن والزارة من اعتدائها على المواطنين وحواجز الجيش. نحن الآن عند مزارع قرية قميرة بريف تلكلخ، كما نشاهد جسس الإرهابيين من جبهة النصرة التي حاولت التسلل إلى قرية قميرة للاعتداء على المواطنين الأمنين في هذه القرية، لكن بواسل الجيش العربي السوري كانت بالمرصاد لهؤلاء الإرهابيين المرتزقة من جبهة النصرة وقامت بالقضاء على هؤلاء الإرهابيين. قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة من بلدة الحصن ومن مزارع الشويهد بالإضافة إلى المسلحين الموجودين في قرية الزارة بمهاجمة قرية قميري الآمنة على ثلاثة محاور. وبعد أن قامت هذه المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتداء على الأهالي والمواطنين في هذه البلدة القرية الصغيرة الآمنة، وقامت بعض وحدات الجيش العربي السوري المتواجدة على أطراف هذه القرية بالتصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة. نحن بقميري هلا. احكي لنا شو اللي صار عندك؟ اللي صار يا خيي هجموا علينا من كل الجهات. المسلحين اجوا من مشرق، من مقبله، من شمال، من الغرب، ابقى نعرف غربنا من شرقنا. انحاصرت الاطفال، النسوان، الزلم، القتل، الضرب، ابقى نطص. الرصاص مثل الشتي على الاولاد، على النسوان، على الشيوخ. ما بقى تطص تعرف غربك من شرقك، تشوف البيوت تهدمت. تهجروا الاهالي. تهجروا كل والله ما ضل سافر راس، اللي قتل بارضه قتل والباقي يروح. تهجم علينا من الزرع من هونيك، صار رصاص من جميع الجهات، تصاوب الشباب ذبحون هون. شفنا المسلحين هجموا علينا، ضربوا على الضيعه، تعددوا علينا. وتصوبت انا وخيي اخواتي، مش عرفنا غير صار يضربونا بالقوازي. صار يا خالتي الساعه 3 بالليل ضربوا علينا قاذف لهوني من الارهابيين، ومن هاك الجبل ومن هون يجينا. يجينا ومن غير كمان هونيك يجينا الضرب، فات على بيتنا كمان طلقه. ما نعرف منين يجينا الضرب والقناصات. لولا الجيش، الله والجيش ما حمانا، كنا رحنا سبنا بالسوح، كنا سايبين بالليل. نحن هجينا كلاتنا برا الضيعه، ما ضل حدا بالضيعه خالص، ما ضل فيها حدا. وهلا نحن جايين نتفنى الموت اللي الشهداء اللي قتلوا لنا اياهن، وبدنا نرجع هجين ما بتيابنا اللي نحن لابسين، ما مثل ما نقول شايفيننا طالعين. الارهاب الذي يستهدف المدنيين الامنين في بلده قميره ينكسر امام بواسل الجيش العربي السوري. لأخبار التلفزيون العربية السوري معين درغام قرية قميري إلى حمص حيث